دعونا نتوسع في الحديث أكثر مع ضيفنا، ينضم إلينا الآن من القاهرة أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة الأمريكية سعيد صادق. سيد سعيد، أهلا بك معنا. دعنا نبدأ معك بموضوع الحملات الانتخابية للمرشحين، جولات مكوكية أخيرة في الوقت المتبقي من هذه الحملات، التركيز على الولايات المتأرجحة. كيف تابعت هذه الحملات من جهة، بالأخذ بالاعتبار تصريحات ترامب عندما قال بأنه سيقيل الدكتور أنتوني فاوتشي بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية؟ طبعا القضايا المهمة بالنسبة للمواطن أو الناخب الأمريكي هي الأوضاع الاقتصادية، تأثير كوفيد على الاقتصاد، دي أهم شيء. طبعا السياسة الخارجية متأخرة زي ما ظهر في التطبيق الأخير. المناطق أو الخمس ولايات اللي هي متأرجحة هي مهمة جدا لأي رئيس جمهورية. ما فيش حد بيبقى رئيس جمهورية في الفترات العقود اللي مضت إلا لازم يكون كسبان فلوريدا. فلوريدا مشكلتها إنها فيها عدد كبير من أمريكا اللاتينية بالذات من كوبا، وفي منهم مبسوطين جدا من ترامب الموقفه من السياسة الخارجية تجاه النظام في كوبا، وفي ناس من دول أخرى في زي بورتوريكو أو في مكسيكو، كل دول عندهم مشاكل مع بعض سياساته. المرشحين بيجوا دلوقتي في الأيام المتبقية بيحاولوا يكسبوا هذه الولايات أو يقلبوها معاهم، بالذات مثلا أريزونا طول عمرها جمهورية. ايه اللي حصل؟ حصل تغيير ديموغرافي، هجرة من بعض الولايات الاخرى اللي هي اصلا ليبرالية ديمقراطية زي كاليفورنيا، بيهجروا الى اريزونا او تكساس لانهم ارخص وفي عمل وفرص، لكن بيدخلوا بنفس الافكار الحزب الديمقراطي، فده اللي عمل هزة في الموضوع وخلت الرئيس ترامب يبتدي يذهب الى هذه المناطق او يدعو او يحاول يتحرك في هذه المناطق. نفس الشيء بالنسبة لبايدن، عارف ان ما فيش حاجة مضمونة بعد اللي حصل في 2016، كان كله متخيل ان هيلاري كسبت، فالمرة دي مش عايزين يسيبوا فرصة ان يحصل اي انتصار في اي منطقة حتى لو هم معتقدين انها في ايدهم، لانهم مش قادرين يحددوا ايه اللي هيحصل يوم 3 نوفمبر، خاصة ان دلوقتي الكلام بيتقال ان ما فيش نتيجة هتطلع يوم 4، لان بعض الولايات هتطلع كمان بعديها بيومين زي ديلاوير، كاليفورنيا يمكن بعد شهر. الارقام اللي كانت بتطلع في الانتخابات السابقة كانت استنتاجات وتحليلات وتقييمات من وكالات الأنباء ومن محطات الإعلام. المرة دي لأن في ضغط جامد جدا وتصويت عالي بالبريد، فده هياخد وقت. الهجوم اللي عمله الرئيس ترامب على فاوتشي طبعا لأنه هو بيلومه على الكارثة، ان الاقتصاد كان متقدم جدا وكل شيء كان يعني ما كانش فيه اي فرصة لأي حد هينافس ترامب. لما حصل الكارثة ديت فبتبدأ يلومه، ودلوقتي وصلنا لمرحلة انه عايز يقيله لما يتم انتخابه. طيب سيد سعيد، هل نتوقع أي مفاجآت لربما في نتائج بعض الولايات وتحديدا الولايات المتأرجحة لما لها من أهمية، قد تميل كفة فوز مرشح على الآخر؟ خاصة أنت ذكرت موضوع استطلاعات الرأي، يعني في بعض الولايات تؤكد تقارب بين المرشحين وفي ولايات أخرى تم رصد فارق لصالح بايدن. في طبعا مفاجآت. شوفي، أهم حاجة عشان نتابع الانتخابات لازم ننظر فلوريدا. فلوريدا أهم مهمة جدا، اللي بيكسبها دايما بيبقى رئيس جمهورية، فلازم نتابع ما يحدث فيها لأن هي دي الولاية الحاسمة. الولايات التانية برضك ليهم دور، لكن فلوريدا مهمة جدا، ولذلك بيسعوا جدا انهم يوصلوا ليها ويأثروا على اعضائها، لان فيها في المجمع الانتخابي 29 صوت زي نيويورك 29 صوت، فهي مهمه جدا. نيويورك طبعا واغلب الولايات الساحليه سواء من الشرقيه او الغربيه دايما ديمقراطيين، الميد ويست او الجنوب دايما بيبقى او ولايات الكاوبوي دايما بتبقى جمهوريه. فالولايات المتأرجحة دي الخمسة أو ستة دول بيعملوا حاجة حاسمة.
ففلوريدا لازم تكون الانظار عليها وما يحدث فيها والتغيرات اللي فيها، لان دي اللي هتحسم. لكن ما تتوقعوش ان النتيجه هتطلع يوم 4 أو 5، هنقعد فتره طويله ويمكن كمان يحصل مشاكل، لان الاول مره ابتدى الرئيس يشكك في النتائج وان المحامين بتوعه مستعدين وجاهزين لمراجعه النتائج اللي هتطلع. وطبعا هيبقى في مشاكل، ودي حاجه يعني نادره في تاريخ الانتخابات الرئاسيه الامريكيه، لكن احنا متوقعين توترات ويمكن كمان عنف. احنا شفنا امبارح بعض السيارات المؤيده لترامب بتضايق حمله بايدن، وهو امبارح ايدها وترامب ايدها، وده بيديك مؤشر عن خطوره ما سيحدث في يوم الانتخابات، خاصة لو صارعت حملة ترامب أو أي أحد بإعلان النتيجة رغم أن لسه لم يتم الفرز، ثم تصدمي المجتمع تقولي لا ده النتيجة دي خطأ والتاني اللي فاز. ولكن سيد سعيد، يعني هذا السيناريو يطرحه البعض فممكن أمريكا تدخل في مشاكل توترات وعنف، ولكن إن حدث هذا كيف يمكن أن يؤثر على نتائج هذه الانتخابات في النهاية؟ وهل يمكن أن يؤثر؟ هيؤثر طبعا اذا الموضوع هيتحول للمحكمه الدستوريه العليا اللي الرئيس ترامب عين عدد كبير منها، فدي هي الحاسمه زي ما شفنا في انتخابات 2000 بين بوش وآل جور، هي في النهايه اللي بتحكم بعد ما تعدوا وكلام من ده، المحكمه الدستوريه اللي بتحكم في النهايه. لكن ممكن يبقى في قلاقل، وحتى اللي هيفوز بعد كده، لو تخيلنا ان بايدن فاز هيقعد سنة كاملة مواجهة اضطرابات وعدم استقرار، أوضاع اقتصادية صعبة جدا، فالسياسة الخارجية مش هتكون على باله أصلا إلا إذا حصل كارثة، غير كده مش هيهتم، هيهتم بالأوضاع الداخلية. فذلك حتى اللي فيه قلق في بعض الدول من تغيير النظام في أمريكا إنه يأثر على العلاقات، ما أعتقدش ده هيبقى حاصل، خاصة في الشرق الأوسط. الشرق الأوسط الدول الأساسية دايما في السياسة الأمريكية سواء ديمقراطي أو جمهوري اللي بيحكم هي إسرائيل، السعودية، الإمارات، مصر، دي الدول الأساسية، فما فيش أي حد هيغير فيها، خاصة أن هذه الدول تصدت حتى لما كانت أوباما بيحكم ومعاه بايدن، وكان بايدن قعد 8 سنين معاه وعارف كل اللي بيحصل ولم يستطيعوا يغيروا سياسات. شكرا سيد حتى سعيد. في الإيميلات بتاعت هيلاري كلينتون شفنا تصدي ليهم. شكرا لك دكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة الأمريكية، كنت معنا من القاهرة.